أينما كنتم تدعون من دون الله. ناديو لحق بعيد وينه؟ قالوا ضلوا عنا. يا زول انت قبل ما قلت بنزل المطر، ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. مش هنا في الدنيا بقول لك أهل الله الصالحين الدراك، هنا بتلاعن وهناك بتلاعن، يقول له أبويا الشيخ الله يلعنك في الآخرة. هناك كلما دخلت أمة لعنت أختها، فتبا لهذه الأخوة وتبا لهذا الاجتماع الذي آخره التبرؤ والتلاعن والتباغض والتشاتم، لأنهم لما اجتمعوا على المخلوق تفرقوا في النار. ولو أنهم اجتمعوا على كلام الله وعلى عبادة الله لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. عشان كده ربنا عز وجل قال كلما دخلت أمة لعنت أختها. انت قلت لي الختمية سفينة نوح، ألحق نفسك قبل تروح. إذا كنت في هم وغم فقل يا مرغني آتيك بسرعتي. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها، الأمة الأخيرة أدركت الأولى جميعا، قالت أخراهم لأولاهم، ديل جو أخيرين قالوا للأوائل، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. هنا في الدنيا قال ديل بينزلوا المطر، وفي الآخرة الخنجر كيف. قالوا ربنا هؤلاء أضلونا، جدك ذاته بتورط إنت تبقى لفي العزيزة. قالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ضعف ولكن لا تعلمون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. دي خطورة الشرك، الخايفين على الناس منه ودايرين الناس يمرق رقبتهم من الورطة دي. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لحد ما الناقة تخش بقد الإبرة، أو لحد ما حبل السفينة يمرق بقد الإبرة، حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. عشان كده ربنا قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. خير ربك القوي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ولا خير الأموات، البرعي وين مات؟ شبع موت. والمكاش وصائم ديمة والصالحين والطالحين كلهم بيموتوا. أخير تدعو ربك الحي الغني، ده البرعي مات بحصوة، وداك مات ناقص فانوس، وداك مات ما عارف ليك كيف، كلهم فقراء وربك هو الغني. فانت تعبد ربك الغني ولا تعبد المخلوق الفقير؟ ربك سبحانه وتعالى بيسمعك ولا تدعو طرش، تدعو تتصل على الشيخ في التلفون يقول لك ارفع صوتك وشبكتي طاش. نحن ان شاء الله لو نتكلم بحلقومنا بنتم ان شاء الله بعد الصلاة، عرفته؟ وان شاء الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى امر ابراهيم ان يؤذن في الناس بالحج، وربنا بلغ الناس ليوم الليلة من غير وسائل ولا ميكروفون ولا كهرباء، ان شاء الله ربنا بلغ الكلام ده الى اخر الدنيا ان شاء الله، عرفته؟ فتقطع الكهرباء ولا تقطع نفسنا ولا تقطع انت ذاتك جاز ولا بنزين، نحن ان شاء الله بنتمك بالايات والاحاديث ان شاء الله.
فنحن نصلي إن شاء الله ونجي راجعين.